مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا أمام المقر ديال جمعية إنصاف. مشاهدينا الكرام، عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال سناء 12 سنة، أصغر أم في المغرب. مشاهدينا الكرام، المغاربة كيطرحوا علينا أسئلة في لي كومونتير، كيتواصلوا معنا كيسولونا على الوضع ديال سناء. سناء بيد أمينة صراحة. مشاهدينا الكرام، جمعية إنصاف مستوى عالي. انبهرت صراحة ملي دخلت لهذا السونتر، التخصصات اللي فيه، الكفاءات من أطر من جميع العاملين في المجال، والأكثر من ذلك مجموعة من الشابات من دول أوروبية كتجي لجمعية إنصاف كتكون في المغرب باش تعرف شنو هو السوسيال، شنو هو الاجتماعي، شنو هو الإنساني، شنو هو العمل التشاركي في الإطار الاجتماعي وتنقلوا لدول أوروبية. مشاهدينا الكرام، غادي تتبعوا معي هذا الروبورتاج اللي غادي نشوفوا فيه كذلك سنة 12 سنة. اللي الشيء الجميل في جمعية إنصاف أنه الإبن ديالها ختنوا لها اليوم. مشاهدينا الكرام، كما قلت في السابق، جمعية إنصاف انبهرت صراحة لهذه الكفاءة وهذا المستوى العالي اللي ما كنتش كنعرفوا عليه. الجمعية تبعوا معي. السلام عليكم. استاذ لاباس بخير. مشاهدينا الكرام، معايا استاذه امينه، غادي نخليها تقدم نفسها وتكلم لنا على جمعيه انصاف. كما تكلمت في السابق، كما قلت في السابق، انبهرت صراحه من هذا العطاء اللي في هذه الجمعيه. استاذه امينه، جينا لعندك، كانت صله الوصل اللي كتب لنا ربي نجي هو القصه سناء 12 سنه اللي عدد كبير من المغاربه تبعوا القصه ديالها. هنا لقيت عندكم ام عزيبات، كيفاش كتحتضنوهم؟ لقيت عندكم كاع التخصصات في الجمعيه. نتوما كتطبق عليكم واحد المقوله قلتها لك اللي هي ما كدوش بزاف ولكن كتخدموا. شرح لي هذه الجمعيه. جمعيه انصاف هذه تاسات، هذه 23 سنه باش الجمعيه تاسات، ومنذ البدايه ديالها وهي محتضنه الامهات العازبات، وكتتساعدهم تتقدم لهم مساعدات يعني من البدايه ديالهم. بالاضافه الى الامهات العازبات كاين البرامج اخرى اللي هما بعدا. اولا بالنسبه للامهات العازبات، ماشي غير كنحتضنهم حيت بغينا نحتضنهم، ولكن كاين برامج اللي كنخدموا معاهم اللي فيهم تكوين، فيهم مساعده اجتماعيه، المرافقه الى اخره. هنا غادي نمشي انا وياك للفعل، ياك غادي تنتقلي معايا توريني دوك الشابات اللي جاوا من دول اوروبيه كيتكونوا عندكم. تفضلي معايا. استاذه امينه انا معاك، غادي نشوف هاد الاخت وانا معاك. اختي، هاد الشابه عندكم هنا انبهرت صراحه انه جايه من دول اوروبيه من اجل تتعلم كيفاش العمل الاجتماعي الانساني، دور الجمعيه شنو هي، كيفاش كتكونوا انتم هاد الشابات. مدام نور، مادموزيل نور كدير عندنا واحد ستاج، واحد تكوين ديال المده ديالو تقريبا شهر. هذا تكون عندنا ثلاثة اشهر، بدات معنا تقريبا شي دو سيمين دابا. كل كتمشي في كل سيرفيس كتحضر من واحد اون سيمين ولا دو سيمين باش انها كتشوف كيفاش الخدمه ديال كل سيرفيس، كيفاش الخدمه اللي كيدير، شنو هما هي شاك بينيفيسير، فاش كتجي عندنا الام العازبه شنو هما هي، شنو هما هي كيف مثلا نقولوا شنو البروسيدور اللي كتبعها باش انها كتستافد من الخدمات ديال الانصاف. شكرا لك. بقى عندي سؤال، شحال الوقت وهي عندكم البنت؟ تقريبا شي اسبوعين دابا طالعه في الثالث. مشاهدينا الكرام، هي باقه في التكوين، غادي نشوف معها بشكل مختصر. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم ديالك؟ نور محفوظ. محفوظ، انت جيتي من دوله اخرى، اش من دوله؟ وي جيت من فرنسا. دونك قريت في المغرب توت ما في، ولكن انا سي لا بروميير اني اللي كاينه في فرنسا، وتنقرا لي سيونس بوليتيك، لو جورناليزم اي لا سوسيولوجي. هنا جيتي تعلمي ما هو اجتماعي وانساني سوسيال. كيفاش لقيتي الجو هنا في جمعيه انصاف؟ alors je suis agréablement surprise. هنا الجو زوين، les gens sont vraiment fait pour ce travail. Ils accueillent bien les gens, les bénéficiaires تلقاو راحتهم هنا. Il y a un suivi, tout est fait individuellement pour les femmes qui sont accueillies et leurs bébés. Donc شكرا لك، الله يوفقك. غادي نشوف الشق الاخير مع الاستاذه امينه. شابه جات من فرنسا تكون عندكم، اعطيني الاضافه. اضافه، وانا غنقول ان حنا في الحقه في الجمعيه دائما كنحضنوا
لي ستاجير يعني اللي كيتكونوا سواء كيجيو من المغرب او لا خارج المغرب، اما مساعدات اجتماعيات او لا اللي عندهم العلوم السياسيه ولا العلوم الاجتماعيه، كيجيو كيدوزوا فتره ديال التكوين وكيرافقوا المساعدات الاجتماعيات او المسؤولين في البرامج خلال ديك الفتره ديال سميتو، كيشوفوا الخدمات اللي كتقدم. في الحق هذه مفخره لنا لان جمعيه عندها تاريخ وعندها واحد الانصافوار فار، يعني واحد الاحترافيه في العمل ديالها. دونك هادشي علاش كيتوجهوا لينا لي ستاجير ولا المتدربات ولا المتدربين. توفيق، غادي نشوف معك المراحل الاخرى. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا. استاذ، شنو اللي كاين هنا؟ هذا مركز ديال التكوين ديال هاد الامهات العازبات والنساء اللي هما في وضعيه صعبه. مركز التكوين ديال الحلاقه. الوغ ملي كتجي عندنا المراه ما كنبقاوش غير محتضنينها، يعني كنعلموها واحد الحرفه باش تخرج تشتغل وتحضن الولد ديالها، لان حنا كنحثوها على ان الطفل ديالها يبقى معاها. المعلومات اللي عندي انه اليوم تخت الابن ديال اسرار ام في المغرب اللي كنا تكلمنا عليها ودرتوا عليها حفله كبيره اليوم، وهي الان يمكن هي اللي كتصوب لها شعرها، وياك شرحي. وي بالفعل اليوم عندنا حفل ديال الختان ديال الاطفال ديال الامهات اللي عندنا، ومن ضمنهم اصغر ام اللي دازت اللي عندنا في المغرب. من ضمن الحوايج اللي سميتو حنا مهتمين بها لا نفسانيا ولا لان البنت مدمره حالتها النفسيه شويه سميتو. اذا اليوم راه كتصوب شعرها لان عندها الحفله هي والجده ديالها. حنا ما غاديش نبينوها، ولكن هي اللي كاينه دابا تما تقريبا، هي اللي كاينه تما. ما غاديش نعرف، غادي نقربوا الى تفضلي معايا وحنا ما غاديش نوضعوها في الصوره. مشاهدينا الكرام، هذا هو المكان اللي فيه الشابات كيفاش كيتعلموا الحلاقه والتكوين بطبيعه الحال، وكما قالت الأستاذة حفاظا الجمعية بطبيعة الحال والطلب اللي طلبت مني أنه المعنية بالأمر لعدد كبير من المغاربة متبعين القصة ديالها هي اللي كاينة تما الآن من أجل الحفل اللي غيديروا على ولدها اللي تختل اليوم، ياك أستاذة؟ هادشي اللي كاين. مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا تخصصات أخرى، تبعوا معايا. أستاذة، هذا هو المطبخ. هذا مطبخ ومركز ديال التكوين ديال الطبخ والحلويات اللي كان بطبيعة الحال ملي كيجيو عندنا النساء كل وحده كتختار شنو هي التكوين اللي بغات دير. كاين اللي كتمشي للحلاقه على حسب التوجهات، كاين اللي باغا الحلاقه، كاين اللي باغا المطبخ والحلويات، وكاين اللي باغا عاوتاني الخياطه. شكرا لك. نشوفوا تخصص اخر. مشاهدينا الكرام تفضلوا استاذه. ورشة النسيج والتكوين. السلام عليكم. هذا عاوتاني يعني مركز اخر ديال التكوين فين كيتكونوا هاد الامهات اللي فيهم امهات عازبات، وما ضفتش لك بلي راه عندنا حتى المهاجرات اللي هما ديال جنوب الصحراء كيجيو عندنا حتى هما ياك باش كيتعلموا اما الحلاقه ولا الخياطه، ومن ضمنهم اللي حتى هما في وضعيه صعبه. هاد الاستاذه هي اللي فاطمه استاذ ديال النساء ديال الامهات، وهي اللي كتعلمهم الخياطه. يعني فاطمه راه عندها ما يزيد على 22 سنه مع انصاف في العمل. هذا هو العمل الجمعوي. 22 سنه 22 سنه ديال العمل ديال السند والمساعده وتكوين هذه الفئه من النساء اللي فعلا كيحتاجوا للدعم المادي ومعنوي وتربوي وتثقيفي وتكويني، كل شيء حاجه كيحتاجوها في الجمعيه ديالنا الا كيلقاو الحمد لله الدعم. انا عندي معك سؤال واحد. 22 سنه وانت في الجمعيه، تتلمد على يديك مجموعه من الشابات، غادي تذكري معايا شي شابات اللي كبروا وتزوجوا واستقروا وكانوا معاك وتعلموا واحد الحرفه ومشاو فيها وتتلاقي معاهم؟ كاينين الحمد لله، باقي التواصل معاهم اخذ السنين. كاينين وليداتهم راه دابا في الكليه، وكاين اللي تزوجوا، كاين اللي داروا مشروع ديالهم، دارت الاتولي ديالها، الماكن ديالها، الورشه ديالها الخاصه بها، وكاين اللي خدمت في الشركه دابا راه خدمت الاقدميه ديكلاري في لاسينيسيس، عندها حتى هي الحق ديالها زعما هي وحقها والطفل والحق ديال الطفل ديالها في الخدمه ديالها، يعني خدامه في الفورميل ماشي في
الاداره اللي هو قانوني، يعني كتشتغل في شركه بالحقوق بجميع الحقوق ديالها. شكرا لك، الله يوفقك استاذه. 22 سنه ديال العطاء ليست بالامر الهين، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، حتى التطبيب كاين في جمعيه انصاف، غادي تشوفوا معايا مجموعه من المعطيات في هذا المجال. استاذه نشوفوا، السلام عليكم. كي داير استاذه؟ لاباس بخير. انت ممرضه هنا في جمعيه انصاف، عندكم الوليدات الصغيرين، عندكم النساء، كيفاش كتهتموا بهم هنا؟ هنا الاهتمام ديالنا هو ما يتعلق بالصحه ديال الام وديال الطفل. عندنا الامهات اللي تيجيو حاملات، وعندنا الامهات اللي تيجيو بالوليدات ديالهم. عندنا هنا سونتر ديال ليبرجومون، عندنا اللي ساكنين عندنا اللي ما عندهمش في المكان الاستقرار ديالهم، دونك عندهم في ليبرجومون ساكنين عندنا، دونك تنتحملوا المسؤوليه ديالهم كل ما هو تتبع صحي، من توجيه للسبيطار المستشفى باش تشوف الطبيب تتبع الحمل ديالها، ملي تيكون الوليد تنتبعوا الصحه ديال الوليد، مثلا الجلبات ديالو التتبع كله. هنا الدور ديالنا حنا كاينين جوج ديال لي زيت سوانيونت هنا في المقر، دونك الدور ديالنا هما تنتبعوا داك الوليد، كاينه حضانه وتنتبعوهم، كاين تنسيق بيننا وبين الحضانه اللي كاينه باش نشوفوا الصحه ديال الوليدات، كان الوزن ديالهم، كان التغذيه ديالهم، الرضاعه ديالهم، كاين تيكون الحليب تنعاونوهم. الامهات اللي ساكنين عندنا تنحاولوا نشجعوهم الرضاعه 100% تكون طبيعيه، من الامهات اللي تيجيو من الخارج ما ساكنينش عندنا هما تنتكلفوا بهم، هادو تنعاونوهم بالحليب، لان تكون الام تتخدم وتتغيب النهار كله بعيده من الطفل ديالها، اذا تتكون ديك المساعده باش تنعاونوها حنا بالحليب، في نفس الوقت تنعاونوها بالدواء على حسب المستطاع، على حسب الامكانيات اللي كاينه، الدواء اللي كاين، الا كانت شي مساعده باش نشريو لهم الدواء، كاينه واحد الكونفونسيون سمح لي تضربني بالمر الفرنسي بيننا وبين الصيدليه اللي حدانا، دونك تناخذوا لهم الادويه اللي هما محتاجينهم. وكاين تتبع، كاين عندنا واحد المجموعه ديال الاطباء اللي تيخدموا معنا بالمجان، اللي هما في العياده ديالهم وتنقوموا بتوجيه، مثلا عندنا بيدياتر طبيب ديال الاطفال الصغار، اذا كاع هاد الامهات اللي والدات اللي عندنا هنا في السنتر كلهم داير معنا جوج مرات، مره في الاسبوع تنصيفطوا جوج الوليدات جوج بجوج تيشوفهم، كوم سا تكون ولا شي حاجه ما تلاحظتش في الزياده، ما كانش شافهم ان بيدياتر في لوبيتال ولا شي حاجه، اذا حنا تنشوفوها وتنتبعوا مع دوك الوليدات، الا محتاج شي راديو تنديروا لهم، محتاج شي تحليله تنديروها ليه، هادشي كلشي مع الناس اللي تيخدموا معنا بالمجان، مختبرات ديال التحاليل، هذا اللي راديولوج، دونك ما هو صحه. دونك أختي شكرا لك. مشاهدينا الكرام، في الصحافة يجب أن تكون لك دقة الملاحظة، تبعوا معايا، أجيو أستاذة معايا. أنت أستاذة كمن المؤسسين ديال الجمعية، كنشوف هاد الملفات، هاد الملفات كاين هنا اللي داز عندكم سنين طوال، عندكم كيفاش هاد الوليد كبار ولا الأم ديالو، كيفاش يعني الشق الإداري مهم، وكذلك هو المرجع، يعني كتحافظوا بالمرجع ديالكم اللي كتبقاو سنين طوال، كنشوف هنا ملفات اللي فيهم 10 سنين. طبعا عندنا ملفات اللي يمكن كتعدى من التاسيس ديال الجمعيه، باقي عندنا ملفات ديال النساء اللي كيكونوا محتاجين شي وثيقه كنجبدوها لهم، لان كتعرف ان اغلبيه النساء هما ما كيكونوش مستقرات ساكنه في هذا الدار، غدا عاوتاني كتقدر تودر لاكارت ديالها ولا داك الدفتر العائلي ديال الطفل، الحاله المدنيه ديال ولدها كترجع كتلقاه عندنا حنايا. يعني انا غنعطيك مثال، مثلا هاد لاشوميز هادي كنعقل عليها، كنساعدنا من البدايه ديال التسعينات، يمكن غير لاشوميز هادي، هاد الكرتون اللي كتشوف، يعني كيف كنحافظوا، لان حنا جمعيه اللي هي زعما ما عندهاش مداخيل، ما عندهاش اي حاجه، كنحافظوا عليها، واي حاجه عطاها لينا شي حد كنحافظوا عليها باش تبقى دائما عندنا بالاستمرار. وكلف هنا بالتطبيب، قالت لي بانه بعض النساء كيقدروا يكونوا تيمشيو للعمل وليبيبي ديالهم الوليدات الصغيرين عندكم هنا، عندكم اللي كتربيهم، الاطر النساء اللي مكلفين بهذه الحالات؟ لا، غادي هي الفتره اللي كتكون الام هنايا، يعني في الفتره ما بين الحمل والولاده، ومن بعد الولاده في فتره ديال التكوين عندنا حضانه، ولكن ملي كتوصل للمده اللي هي تجاوزاتها، يعني عندها واحد ديال التكوين وهذا، كتمشي كتستقر، كنساعدوهم انهم يديوهم اما دور الحضانه اولا كتلقى شي مربيه اللي كتكون في الحي، اولا حنا كنحاولوا باش يكون صلح
مع العائلة، كنديروا التواصل مع العائلة وكنرجعوا العائلة على الأقل كنخيطوا، حتى إلا ما رجعتش كيولي داك التواصل. كتحتضنوا أنتوما في الظرفية الصعبة، غادي تمشي معايا للمكان؟ كاين اللي كنتواصلوا مع الأب ديال الطفل وكنعاودوا لهم الوثائق ديالهم، كاين اللي كتزوج بالأب ديال الطفل، وكاين اللي كنتواصلوا مع العائله ديالها، الاب ديالها والام ديالها، لانكم بلا شك كتعرفوا ان احنا في المجتمع ما كنقدروش نتقبلوا هذا الشيء. اذا كيكون محاوله ديال الصلح ومحاوله. غادي نشوف معك هذا المكان اللي ديال الحضانه ديال الوليدات. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا، احنا في المكان ديال الحضانه كما وعدتنا الاستاذه، غادي تعطيني فكرة هي بشكل مختصر سيدة أمينة، هذا المكان وربي تبارك الله كيتواجدوا، كيفاش كتمشي الأمور هنا؟ أمور هنا من بعد مني كتولد الأم اللي كنحتضنوا الابن ديالها، هي كتكون إما فترة النقاهة أو فترة ديال التكوين، كاينين المربيات اللي كيقبطوا الوليد ديالها باش كتسمح تتح لها الفرصة باش تمشي تكون، كما شرحنا في البداية أنها كتبع تكوين إما الطبخ ولا. غادي نشوفوا معهم الموضوع، تبعوا معايا أستاذة، ناقشنا معك الموضوع في الشق ديال التطبيب، دابا غادي نشوف مع الأخت اللي كتكون مربية، هاد الحالات اللي كيكونوا عندكم وكيتزاد الوليات، الأم أول مرة أول تجربة، يعني عندك الدور ديالك في هذاك البيبي وفي نفس الوقت في الشق النفسي لديك الأم، كيفاش كتعيشي الجو؟ بالنسبه للامهات اللي كنصادفوا عندنا هنا بالنسبه للجمعيه، ما كتكون عندهم حتى شي درايه لا بالتربيه لا ما عندهاش درايه بالامومه، ما عندهاش درايه بزاف د الحوايج، اش كتقابل هذاك الوليد وكيفاش انها تجلب هذاك الوليد ليها هي. هي بيني وبينك مهمه صعبه، الله يوفقك. مشاهدينا الكرام بقى عندي سؤال اخير مهم في الموضوع، غنشوفوا مع الاستاذه اللي مكلفه بالشق ديال التطبيب هنا. اذا كان ممكن استاذه تكلمي ليا على سنة 12 سنة الجمعية ديالكم استقطبتها هنا وكاين عندكم هي والأم والوليد ديالها هنا، أعتقد سميتو ريان، درتوا لي حفل ختان، حفلة اليوم كبيرة درتوها ليه، كيفاش لقيتي الأم مع ذاك الوليد في التطبيب في الشق النفسي في التأطير في التكوين وهي لازالت صغيرة؟ للأسف لازالت طفلة، وللأسف الظروف حطتها باش تولي أم قبل الوقت ديالها، فنطلبوا من ربي يعاونها، وحنا هنا باش نعاونوها، باش نعاونوها في الجانب الصحي في الجانب النفسي. اذا جات تجي عندنا هنايا باش استقطبناها هي والجده ديالها، باش كاين التتبع النفسي تتشوفها لا بسيكولوج، التتبع الصحي ديجا رافقناها البيبي شافوا لو بيدياتر حتى هي حاولنا نشوفوا لها الطبيب ليكون شي مشاكل صحيه هذه، وهذه شي ثلاثه الاسابيع ولا اربعه، ودابا اليوم الاثنين رافقناها عند طبيب اللي هو اختصاصي الاطفال جراح، رافقتها المساعده الاجتماعيه عندنا. الحمد لله كان ممكن البيبي تختن فقمنا بالختانه ديالو بالامس، واليوم حنا محتفلين بهم، ورا تنحاولوا باش نعاونوها نفسانيا ترتاح وتحس براسها، راه واخا وقعوا لها مشاكل واخا الظروف، راه المهم راه كاين الناس اللي وقفوا معاها، وماشي كلشي تخلى عليها، ماشي كلشي خذلها، ماشي كلشي غدر بها، فتنتمناو ربي يعاونها، ونتمنى حتى الحكم حتى هو ياخذ المجرى ديالو، وهذوك الناس ياخذوا العقاب ديالهم اللي تسبوا لها في مشاكل وهي طفله، ونتمناو ربي يصوب ليها، وكما قلت لك حنا راه حنا تنحاولوا في الاستطاع نوقفوا معها ونساعدوها. الله يقبل اجركم يا ربي، وشكرا لك، شكرا لك، وشكرا الشكر جزيل الطاقم بطبيعه الحال ديال جمعيه انصاف، كما قلت في السابق لم اكن ابالغ في الكلام، جمعيه انصاف لها مواصفات خاصة صراحة تختلف بها عن الغير، سواء في الشق الإداري، التطبيب، الاهتمام، مجالات أخرى اكتشفتها عندهم اللي هما الأمهات العازبات، وكذلك كيفاش التكوين والتأطير من أجل الولوج إلى سوق الشغل، كذلك الشق الاجتماعي والإنساني ودور المربيات من أجل الاحتضان ديال أطفال رضع، وكذلك الشق النفسي، أطباء كذلك داير معهم شراكة للاهتمام والتتبع. جمعية تستحق الشكر والتنويه. مشاهدينا الكرام غادي نشوف الموضوع مع الجدة ديال سناء، كيفاش شافت هاد 4 أيام اللي دوزتها في جمعية إنصاف. جمعية إنصاف جمعية مستوى عالي بكل مواصفات. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.